ومن الرياضة مشاهدينا الكرام إلى التربية، إلى موضوع مهم وهو موضوع الإعلام التربوي في المدارس المختلفة، الإعلام الذي بدأ يختفي من بعض المدارس أو يقل الاهتمام به. هناك الكثير من المربين والأساتذة يجهلون أهمية ودور الإعلام المدرسي. أردنا أن نركز على هذا الموضوع ونبرز أهميته للطلاب في المستقبل الذي بواسطته يتم الارتقاء بالتلميذ وقدراته المختلفة. بركاته. نقدم لكم برنامج الإذاعة المدرسية. الإعلام التربوي مصطلح جديد نسبيا ظهر في أواخر السبعينيات، استخدمته المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو للدلالة على التطور الذي طرأ على نظم المعلومات التربوية. يبقى الإعلام التربوي متفاوت في المجتمع اليمني بين ظهور وغياب، وهنا نتساءل، هل الإعلام التربوي مفعلا بشكله الصحيح؟ بالنسبة للإعلام التربوي يكاد يكون منعدم في قسم التربية، قسم الإعلام لكن ضعيف. يعني كل الإعلام اللي يتم عندنا هنا فقط الأنشطة اللي نقوم فيها في الطابور الصباحي فقط لا غير كإعلام. يعني كل المواضيع اللي نحب نتطرق لها في الطابور الصباحي. الحقيقة في طلاب عندهم يعني إبداعات مهارية، سواء كان في المسرح، في الغناء، في الرسم، في جميع المجالات، لكن الخانة هذه مش موجودة أصلا، مش مفعل. بالنسبة للإعلام التربوي في المدرسة، نتكلم نحن فقط على المدرسة، الإعلام التربوي بنسبته لا يعني مقبولة. بالنسبة لجانب الإعلام التربوي في اليمن هو بالأصح يعني ليس مفعل بشكل المطلوب الذي يتوجب بأن يكون عليه. فهناك إذاعات مدرسية، هناك أنشطة في مجال الإعلام التربوي، ولكنها بسيطة جدا، ليست بالشكل المطلوب كبقية الدول الأخرى. فالإعلام التربوي هو في الصورة موجود، ولكن على الواقع ليس مفعل بشكل عام. وفي اليمن يعتبر الإعلام التربوي كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان على من يقع على عاتقهم هذا الشأن. مع الظروف الصعبة التي يعانيها مجتمعنا اليمني، تبقى هناك العديد من العوائق التي يواجهها الإعلام التربوي. نعاني من نقص في بعض الحاجات التي تطلبها الجانب الإعلامي التربوي، مثل الإعلاميين المتخصصين وعدم وجود مسرح متخصص الإعلام. ولكن نحاول نحن بقدر إمكانياتنا المتاحة وبدعم ذاتي نفعل هذا الجانب التربوي، ولا نقدر نفعل بعض الأنشطة بسبب ازدحام الطلاب وكثافتها. فما فيش تثقيف حقيقي للدور الإعلامي، المفروض يكون هذا متوفر عند المعلم بالمقام الأول. المعلم يجب أن يكون على دراية كافية بالدور الإعلامي العام، لأنه هذا الدور الإعلامي يمسه هو بالمقام الأول، والدور اللي يتوجب عليه القيام به لتحفيز طلاب صفه، خاصة إن كان مربي، فيجب أن يحفز طلاب الصف عشان يكونوا فرقة أو مجموعة للإعلام من كل صف. فلازم أن يكونوا مشاركين بالشكل أسبوعي في الإذاعة المدرسية، وهذا أهم الأدوار الذي يجب القيام بها. لكن لا يوجد أي نوع من أنواع التثقيف الإعلامي للأسف، لا من إدارة المدرسة ولا من التربية ولا من أي منظمات أخرى. أول مشكلة في الإعلام التربوي نعاني منها المدرسون، لا يوجد مدرسون يهتمون بنا كإعلاميين كطلاب في هذه المدرسة، ومثل النشاطات لا يتوفر نشاطات ولا أي حاجة في المدرسة هذه حاليا. ومنها برضو المسارح، لا المسرح لا يوجد مسارح هنا في المدرسة ولا في أي حاجة ولا في نشاطات ولا تنشيط للطلاب ولا برضو الإعلاميين. لكن للأسف الشديد حاليا كل ما الشاب تجده تقول له يعني بغيناك تشاركنا وشي، يقول لك يا أخي إيش الفائدة، لا يوجد هناك من يدعمنا، سواء كان بالصوتيات أو القاعة المسرح. نحن خاصة التمثيل شيلك طالب يعني يحصل له مسرح، قاعة، صوتيات، إعداد، في حاجة زي هذه ناقصة جدا. يعد الإعلام التربوي أحد أهم الجوانب الإعلامية لنجاح العملية التعليمية، والذي يعمل على الإسهام في تحقيق أهداف سياسة التعليم عبر وسائل الإعلام المختلفة وتبني قضايا ومشكلات التربية والطلاب ومعالجتها.
وكذلك تحقيق أغراض التربية الحديثة القائمة على العلم والهادفة إلى خلق المجتمع المبدع وتدعيم الأنشطة المدرسية المختلفة، مما يعطيها دفعا كبيرا وينقلها لعامل أساسي في نجاح العملية التربوية. طبعا حينما تسأل إعلامي أو تسأل ممثل أو تسأل خريج في أي قسم من الأقسام في الدول الأخرى، يقول البداية من المدرسة، البداية من المسرح المدرسي، البداية من الإذاعة المدرسية. نحن في اليمن تراجع هذا الدور كثيرا، خاصة في المدارس تراجع هذا الدور، لم يعد هناك اهتمام كبير، اهتمام حقيقي، لا توجد هناك مسارح في المدارس، لا توجد هناك إذاعات مدرسية بالمعنى الحقيقي. نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع.